إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة صلصة المكرونة، ان شاء الله يكون طعمها حلو وتعجبكم باذن الله، وتبقى برضو بمكونات اقتصاديه باذن الله. اول حاجه هنا معايا سمنه على زيت انا مسيحاهم مع بعض. تاني حاجه ضربه في الكبه بصل، كميه بصل طبعا بتبقى متناسبه مع كميه المكرونه اللي انت سلقاها، وثوم حوالي 4 5 فصوص ثوم، دول حوالي راسين بصل كبار، واربع خمس فصوص ثوم، ونص قرن فلفل حامي، وده يرجع حسب الرغبه، ممكن تستبدليه بفلفل الرومي. هنا دي المكرونه بتاعتي انا سلقاها. دايما لما تسلقي المكرونه سلقيها 3 ارباع سوا، ما تسويهاش للاخر عشان ما تتهريش وتتكسر منك. وحط لها بعد ما استوت، حط لها حوالي 3 4 معالق زيت على كيلو، ده كيلو مكرونه، على شيء وقلبتهم مع بعض عشان المكرونه تبقى مفلفله وما تلزقش في بعضها. دلوقتي طبعا نزلت بالبصل والثوم والفلفل، وهديله كده هفضل اقلب فيه لحد ما يوصل للون الذهبي. دلوقتي بقى بالنسبه لمكونات الصلصه، عباره عن ايه؟ عباره عن 3 طماطميات ومعلقتين كبار من الصلصه، ومعلقه خل كبيره، وملح وفلفل. الملح انا حطيت هنا معلقتين صغيرين ملح، طبعا انا عامله كيلو مكرونه، وحاطه حوالي 2 معلقة فلفل اسود، كل ده طبعا معالق، بالنسبه لمعالق البهارات بتبقى بالمعالق الصغيره. وحطيت ربع كوبايه ميه وهضرب كله مع بعضه. وطبعا الملح والفلفل ده يرجع لك لو انت بتحبي تزودي او تقللي، ده يرجع لك. وطبعا ان كان الواحد ما بيحبش ان هو الملح الكتير يا جماعه، كتره مش كويس كده. البصله دبلت معايا وبدات تدخل في اللون الذهبي، هنزل بقى بالصلصه بعد ما ضربتها كويس جدا. دلوقتي انا نزلت بالصلصه زي ما حضراتكم كده شايفين، وزودت حوالي نص كوبايه ميه او 3/4 كوبايه ميه، شطفت بيها الكبه، وبنسيب الصلصه لحد ما تبتدي ان هي تغلي، وبعدين نخفض النار عليها، وبنسيبها بقى على النار مع نفسها خالص لحد ما تتسبك تماما، والطماطم بتاعتنا تستوي ويبقى لونها احمر غامق زي الصلصه اللي بنشوفها في المحلات. وحواليكم طبعا منظرها بعد تمام السوى، وده زي ما انتم شايفين كده الصلصه وهي في وسط السوى، هي لسه كده ما استوتش، طول ما هي على وشها رغوه لسه ما استوتش يا جماعه، هي بدأت لونها يغمق بس هي لسه ما اتسبكتش، بنسيبها بقى تكمل سواها. منظر نهائي لصلصة المكرونة بعد ما خلصت، شايفين استوت تماما وتقلت وما بقاش عليها اي فقاقيع. اتمنى تجربوها، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.